مشاهدي قناة اليوم 24 مساءكم سعيد، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مدينة طنجة لننقل لكم الأجواء الممطرة وعودة أمطار الخيرة التي بدأت تتهطل على مدينة طنجة منذ زوال يومه السبت 20 أبريل 2024. أجواء ممطرة وجميلة هذا المساء بمدينة البوغاز التي تعرف في هذه الأثناء تساقطات مطرية هامة. كما تشاهدون معنا سماء طنجة ملبدة بالسحب، ونتمنى أن تشمل هذه التساقطات المطرية باقي جهات الشمال وباقي مناطق المملكة. إذن تأتي هذه التساقطات المطرية بعدما أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن تساقطات مطرية هامة ستعرفها العديد من أقاليم المملكة، حيث من المنتظر أن تشهد هذه المناطق ابتداء من يومه السبت زخات مطرية قوية وأحيانا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 25 و40 ملم، وهبوب رياح قوية ستصل إلى 70 و85 كيلومتر في الساعة مع تطاير محلي للغبار، حيث أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة البرتقالي بأن هذه الزخات المطرية ستهم عملات وأقاليم كل من بولمان، فاس وصفر وملا يعقوب وقرسيف وتونات والحاجب وإفران وتازة وتوريت ومكناس ابتداء من منتصف الليل إلى غاية الساعة الثالثة زوالا. وأضافت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة البرتقالي بأن هبوب رياح قوية ستتراوح سرعتها ما بين 70 و85 كيلومتر في الساعة مع تطاير محلي للغبار مرتقبة بعمالات وأقاليم الراشدية وفيجيك والمرتفعات التابعة لأقاليم قلميم طاطا وسيدي إفني وتزنيت، وذلك من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 11 ليلا. كما أضافت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي بأن هبوب رياح قوية أيضا ستتراوح سرعتها ما بين 70 و85 كيلومتر في الساعة مع تطاير محلي للغبار مرتقبة أيضا بعمالات وأقاليم الراشدية فيجيك والمرتفعات التابعة لأقاليم قلميم وطاطا وسيدي إفني وتزنيت، وذلك ابتداء من الساعة 10 من صباح يومه السبت إلى غاية 11 ليلا. الشكر موصول لكل متتبعينا سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، تحية لكل مغاربة العالم، وكذلك تحية لكل مشاهدينا ومتتبعين عبر الصفحة الرسمية للموقع الإخباري اليوم 24، سواء على الصفحة الرسمية على الفيسبوك أو على القناة باليوتيوب. ما زلتم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعون معنا هذه الأجواء الجميلة والممطرة هذا المساء، مساء يومه السبت مباشرة من طنجة، تساقطات مطرية ولله الحمد، فاللهم أغثنا ونحن ما زلنا في أمس الحاجة إلى أمطار الخير التي أتمنى أن تشمل باقي جهات عمالاتي وأقاليم المملكة، إلا أنه بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها جهة الشمال
أنعشت حقينة السدود التي امتلأت عن آخرها. أخص بالذكر السدود المتواجدة بكل من شفشاون وتطوان وطنجة. إذن مشاهدينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، شكرا على تتبعكم لهذا المباشر، نقلناه لكم من مدينة طنجة والأجواء الممطرة التي تشهد عاصمة البوغاز منذ زوال يومه السبت 20 أبريل 2024، أمطار ربيعية ولله الحمد. فتحية لكم أينما كنتم، تابعوا باقي آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة سواء بمدن جهة طنجة تطوان الحسيمة أو بباقي جهات المملكة على الموقع الرسمي لليوم 24.com.